صباح جميل وسعيد نتمنى لكم أعزائنا المشاهدين بداية أسبوع سعيدة مملوءة بالأمل والتفاؤل نتمناها لكل من يتابع برامج المدى وتحديدا برنامج صباح الخير. صباح الخير زهرة. صباح الخير حيدر. صباح الخير والأمان والمحبة والتسامح على كل متابعينا. مثل ما ذكر حيدر نتمنى تكون بداية أسبوع موفقة وأمنة لكل الناس بالأخص المتوجهين لأعمالهم رغم كل الظروف والقرارات اللي قد تكون البعض يعتبرها هي مجحفة أو غريبة، ومع الظروف الصعبة وارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء وحتى المي نقول الله يكون بالعون، بس مع هذا خلينا نكون متفائلين ان شاء الله يكون القادم افضل. المعتاد حتكون لنا جوله في بغداد الحبيبه فلنتابع. اعزائنا وكالمعتاد اولى فقراتنا هي استطلاع الحاله الجويه في عموم انحاء العراق ليوم الايام القادمه، ومعنا عبر الهاتف المنبئ الجوي الاستاذ علي شوقي. صباح الخير استاذ علي. صباح الخير استاذ علي. صباح النور. اهلا ومرحبا بك. استاذ علي، ما هي توقعاتكم للحاله الجويه اليوم والايام القادمه في عموم انحاء العراق؟ صباح الخير اعزائي المستمعين، لكم الحاله الجويه المتوقعه للعراق في هذا اليوم. تتأثر البلاد بامتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا حارا. أما درجات الحرارة فتكون في المنطقة الشمالية مقاربة لما سجل اليوم أمس، وتتراوح العظمى ما بين 43 إلى 47 درجة مئوية. المنطقة الوسطى ترتفع قليلا عما سجل يوم أمس، وتتراوح العظمى بين 47 إلى 49 درجة مئوية. أما المنطقة الجنوبية فترتفع قليلا عما سجل يوم أمس، وتتراوح العظمى بين 47 إلى 50 درجة مئوية. أما الرياح شمالية غربية خفيفة لا معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتر الساعة. أما مدى الرؤية فيتراوح من 8 إلى 10 كيلومتر. أستاذ علي، الحكومة أعطت عطلة يومين، موجة الحرب راح تستمر يومين لو اكثر. الو استاذ علي. نعم. موجة الحر تبدا من يوم غد. كم يوم تستمر؟ تستمر بالمنطقة الوسطى يومان، اما المنطقة الجنوبية فتبقى حدود ثلاثة ايام. نعم، شكرا جزيلا استاذ علي على اعطانا الحالة الجوية. اذا المنطقة الوسطى راح تبقى يومين باكر سنين والثلاثاء، وهي عطلة رسمية صارت. عطلة رسمية. أما المناطق الجنوبية فراح تكون اثنين ثلاثة أربعة. الله يعينهم. الله يكون بالعون. يعني هو حتى لو ترجع يعني تنزل عن الخمسين، يعني عن ممكن توصل إلى معدلاتها الطبيعية، تبقى هي يمكن في نهاية الأربعينات. يعني هي بكل أحوال الجو حار، ويعني كلها مثل ما نقول احنا هي التمت عندنا احنا. صار انقطاع بالكهرباء بشكل مستمر بالايام الاخيره، زائدا يمكن لاحظنا الهجمه بالاسبوع المضى من صراصر الحقل الموجوده، وما عرفنا لحد الان شنو سببها وهل كان استنفار من اجل مكافحتها او لا. بالاضافه يمكن حتى لاحظنا بعض المناطق بها صار انقطاع بالمي وغيرها، بالاضافه الى اخبار اخرى حال نتعرف عليها اللي هي ما نقدر نقول هي صادمه، لكن هي قد تكون هي يعني تضغط على المواطن العراقي، تكون مستفزه، تكون متعبه. يعني احنا شعب نستحق ان نعيش بكرامه، ما ندور احنا رفاهيه بس ندور راحه في بلدنا، ندور نعيش بحريه وبكرامه، نبحث عن حياتنا، نطلع على المستقبل، مو نضل بس نفكر بامور يمكن شعوب اخرى، شعوب يمكن هي في ميزانياتها او حتى في مواردها ما عندها اي شيء ممكن تعتمد عليه، في حين احنا بلدنا ما اعرف نقول كان من يملك الميزانيات الخياليه والعاليه جدا، الان اصبح في واقع اقتصادي قد يكون صعب، لكن احنا محتاجين بان نفكر المواطن وكيف نبني له حياة تكون كريمة، مو تكون بها بس مجرد ضغوط وإذلال واستفزاز وصعوبات، بدون ما نوفر أي شيء يخليه يحس بالاطمئنان اللي مكان اللي بده يعيش به. إذن أعزائنا المشاهدين، ننتظر بالشوق أنه نطلع على نسخة جديدة من هاري بوتر، وإن كانت بشكل وأسلوب مسرحي. ما أعتقد المنتجين راح ينتظرون فترة طويلة حتى
يحولوها إلى فيلم سينمائي آخر ويكون إلى إيرادات وعوائد ضخمة مثل ما تعودنا على سلسلة أفلام هاري بوتر بصورة خاصة والإنتاج السينمائي الهوليودي بصورة عامة. بالضبط، مثل ما لاحظنا حتى لو مسرحية هو مدان شهر 12 يعني نافذة التذاكر وصعب أن واحد يحصلها، فمعناها حتى أكو يعني جانب ربحي حتى في المسرحية، لأن هو كعمل هو ناجح فيستمر بكل أجزاء أو كل مراحل سواء كانت هي سينمائية أو مسرحية، حتحقق أرباح للمنتجين عمل وربح. أنا يعني شخصيا الجزء الأخير من تابعته وآخر اللقطات كانت بعد 19 سنة وطلعوا هاري بوتر كبير، قلت بما انه طلع وعمره صار كبير ومتزوج انتهت بعد سلسله هاري بوتر، حرامات وحزنت يعني، كنا مستمتعين بها السنوات الطويله، لكن يبدو انه يعني بشرى جميله انه نعرف انه سوى عرض سينما عفوا مسرحي على هاري بوتر ما بعد 19 عام، هاري بوتر الاب. حلو، خلي يكون بهذا الشكل. احنا كان عندنا هذه الاخبار الفنيه سواء كانت عن ذا فاوست كيدز او فيما يخص هاري بوتر، حنروح لاخبارنا الواقعيه وحدث اليوم ويوم امس اللي اثار ضجه، هذا اكيد حنتعرف عليه فيما يخص عاده العمل بنظام الزوجي والفردي، هذا حنتعرف عليه من خلال فقره المرور اللي من خلال نتعرف على حركه سير المركبات في شوارع بغداد لهذا اليوم، وعن الاخبار اللي تصدر والقوانين والانظمه من مديريه المرور العامه. ومعنا عبر الهاتف العقيد محمد الزيدي. صباح الخير سيادة العقيد. صباح الخير سيادة العقيد. شكرا، صباح الخير عليكم وعلى سائر البرنامج ومشاهدي قناة المدى المؤخرة. نعم، أهلا وسهلا بك سيادة العقيد. تحب نبدي من وين؟ من حركة سير المركبات في شوارع بغداد لهذا اليوم، لو من قرار يوم أمس اللي صدر يوم أمس بخصوص إعادة العمل بنظام الزوجي والفردي، يعني هم اثنين هم محتاجين نوقف عندهم حركة السير لليوم. نعم، أكيد خلينا نبدي حركة سير المرور. نعم، يعني اليوم أحد خبراتهم يعني حركة سير المرور شهدت كثافة الصبح. صحيح. بالوقت الحاضر محصورة كثافة عندنا يعني الخضراني باتجاه التحرير وباتجاه الشرطة طبعا، لأنه التوضع اليوم تعرف وآسف تعرف يوم غد وبعد عطلة، فراح تصادف يعني كثافة في هذا الموضع البشري أكثر من المركبات. نرجع إلى مداخل بغداد، الموقف جيد يعني أصبحت السيطرة عليه صار حوالي أسبوع، خرجت جدا اعتيادية فقط في الكثافة عندنا لفت معسكر رشيد باتجاه محمد القاسم مجسر، هذا ايضا شفت الكثافه بجهوريات الدرجات في الموقع. مداخل مدينه الصدر الموقف جيد وقت حاضر، ايضا شفت عندنا كثافه مجسر صفي الدين حلي شاهد كثافه ايضا. باقي التقاطعات الرصاصه الموقف جيد، اعمال مجسر الشعب لا زالت لحد اليوم مستمره، عندك علم انه تقطع 20 يوم بس ما مسرع السير. الكرخ السير مو اعتياديه، يعني ابتدي بمناطق اكثر ازدحام الكافيه المقدسه ومداخلها. نعم، اكو قطع بالسير، اكو تفتيش، لكن السير اعتيادي من البوابه اتجاه عدن والمعتز، كذلك شارع مطار المثنى وسيطره ام الصفوان اصبحت الحركه في حاضر جيده جدا. العلاوي مركز الكرخ باتجاه دمشق السير اعتيادي فقط كثافه جراء اتجاه السيطره وغادرنا الى السيطره الراجعه فيها بالموقع. يعني بعض التقاطعات حركة السمور جدا اعتيادية، الكرخ دائما كل ازدحام من الرصافة، قطاعات ماكو اعمال، ماكو في قطاعات ما عدا المجسر الشعب، لذلك السير اعتيادي. نعم. طيب نتحدث عن إعادة العمل بنظام الزوجي والفردي عقيد محمد، خصوصا انه هذا القرار اثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي يوم امس. نعم، يعني حقيقة حتى كل المصريين يعني هاني كظاهر مرور وكل حالة تحليلات، احنا كمرور جهه تنفيذيه، احنا جهه تنفيذيه تابعين وزاره الداخليه وزاره ايضا امنيه تفصل مفاصل الدوله. هذا القرار صدر من امانه عامه لمجلس الوزراء، كثير توقعوا ان المرور فعله، احنا القرار عندنا موجود من زمان بيان الحاسب عليه. لكن بالاونه الاخيره احنا سب السيد ديمور العام كتب للسيد الوزير ان نلغي هذا البيان هذا القرار، لكن تفاجئنا بالرد انه بالعكس خلوا الاستثناءات عدم عمل بالقرار ورفضه بخمس استطلاعات موجوده، لذلك حتى يكون واضح لدى كل المشاهدين، لدى كل مواقع التواصل الاجتماعي اتمنى ان يسمعون ويشوفون انه احنا كمرور جهه تنفيذيه القرار هو بامانه عامه لمجلس الوزراء واحنا حتما ننفذه لانه طيب اكيد محمد يعني اكيد اكو دراسات، اكو تباحث، تدارس الموضوع، يعني شنو وجهه نظرهم؟ يعني الزوجي والفردي شنو بي من ايجابيات بالاضافه الى السلبيات اللي تحدث عنها المواطنين من البارحه لليوم؟ يعني حيث هم يتوقعون انه
بالزوجي والفردي راح تقل حركة سيارة المرور، يعني بدل ما تطلع مليون سيارة راح تطلع 500,000. احنا ندري كل بيت فيه 4 سيارات، بدل ما تطلع 4 سيارات راح تطلع 3 سيارات. احنا نعم مع هذا الرأي، لكن الاستثناءات اللي صارت هاي راح تسبب ازدحام. يعني استوفي من القرار سيارات الأجرة بكافة أنواعها، التكسيات والكيات والباصات، استوفي سيارات الحمل رقم الأصفر البيكبات، استثني اخر شيء الاطباء، جانا تعميم قبل يمكن ساعتين للطبيب ايضا مستثنى، وكذلك السيارات الداخله من المحافظات محترم الدخول الى بغداد، هذا راح يتفاجئ لانه هو طالع من النجف كربلاء بصره يتفاجئ احنا، وكذلك السيارات الحكوميه. اذا من بين 6 على 5 راح نوصل اكيد للزحام. طيب وبالنسبه للصحفيين عقيد محمد بيهم استثناء ولا لا؟ منو؟ الصحفيين. والله لحد الان ما في استثناء الصحفيين. زملائنا الصحفيين وحتى المتكلم حيدر الآن نعطي أشياء مدنية وحاسب لأنه تجديد عليه جدا قوي. لذلك إحنا نتمنى أكيد، أنا متأكد إنه يصير استثناء الصحفيين، بس الصحفيين ما مستثنين لحد هذه اللحظة فقط الأطباء. طيب عقيد محمد اللي جاي من المحافظات مستثنى، يعني اللي سيارته تحمل لوحة غير بغداد راح يكون مستثنى، لو كيف يثبت انه هو جاي من محافظة؟ يعني مثل ما تعرف جائز رقم سيارته بابل او نجف او كربلة، لكن هو من سكنة بغداد، كيف راح يثبت انه هو جاي من الخارج؟ المحافظات اقصد يعني السيارات اللي يشتغلون حيدر اللي تجي الى دراج النهضة، هذا القصد، مو اي رقم سيارتي بصرة وافكار ومستثنى، لا، هذا قصد السيارات يجي كخطوط، يجي كمسافر من صفرة، من ناصرية، من عمارة، وهكذا التفكيك راح يكون. ولا يعني ما مفرزة بالمنصور وازم شخص رقم سيارة بصرة ويقول لي يعني جاء من المحافظة، يجوز جاء لشوف قرايبة عنده مراجع ببغداد، مريض، دائرة الدولة عنده مستمسكات يريد يطلعها. نعم أكيد حجر، هو القرار استثناء، لكن احنا التفكيك أكيد طلب يعني مستمسكاته انه وقت داخل اكيد راح يبين انه هو داخل في هذا الوقت. نعم. طيب سيادة العقيد فيما يخص القرار تم تطبيقه من اليوم، وحيكون فقط بس ايام العطل هو حيكون استثناء، لو على ايام مدار الاسبوع حيكون هو العمل بنظام الزوجي والفردي؟ لا لا اكيد العطل مستثنى، هي ترسامن حتى يتجول المواطن افطار الاثنين، الجمعه كذلك مستثنى ايضا. من اليوم بدا العمل بهذا النظام؟ من اليوم الاحد؟ اليوم فردي حتى يكون واضح للمشاهدين، 31، ويوم غد ايضا فردي 1، يعني حسب التاريخ الشهر، اذا 31 فردي 2 زوجي وهكذا يكون البيان. طيب سيادة العقيد، يعني لو سمحت من خلال خبرتكم واطلاعكم انتم يعني في هذا المجال، في مجال المرور، فيما يخص يعني ايجاد حلول لاجل الحد من الازدحامات والاختناقات المروريه، يعني مثلا الاجر ممكن او ممكن هناك حلول افضل تكون ما تضغط على المواطن ولا تقيده، وبالنتيجه ايضا توصل الى انسيابيه بحركه سير المركبات غير نظام الزوجي والفردي؟ نعم احنا كثير من الحلول، احنا ردنا ان تفتح الطرق، كثير من الطرق تعرفون حضراتكم بالوقت الحاضر صفات وقيمه ومسدوده، ردنا نفعل النقل الجماعي، كيات وكوسترات، ردنا نفعل النقل النهري مع الاخوان في وزاره النقل والمواصلات، كل هذه احنا ردنا نفعلها، لكن مع الاسف الاستجابه قليله، الاخوان في اماره بغداد، في وزاره المواصلات، حتى المواطن احنا قلنا يا اخي اذا عندك 4 سيارات دعم السيارتين اطلع بال باصات الكيات الخطوط اللي تنقل الموظفين والطلبه، لكن الاستجابه يعني حقيقه قليله، لذلك احنا عندنا كثير من الدراسات بس استجابه الدوائر والمواطنين ضعيفه معانا. يعني مع كل الاسف بنكون بالنتيجه اتخاذ القرار يكون هو يعني نوعا ما بضغط او يعني اشحاب حق المواطن، في حين اكو هناك بدائل اخرى ممكن تكون هي ما تشعر المواطن بانه هو مضغوط عليه او مجبر على شيء، بالنتيجه حيكون لو كان تعاون ما بين الدوائر المعنيه حنصل الى حل هذه المشكله، وهو الموضوع مو مثل ما ذكرت حضرتك كثير من الحلول وهي ممكنه، لكن لو يكون تعاون هذا اللي نتمناه ونتمنى من امانه مجلس الوزراء يكون الاهتمام بهذا الموضوع واختيار او بالبحث في قرارات تفيد المواطن ما تكون يعني نوعا ما بيها ضغط عليه، هذا اللي نتمنى. ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا محمد. شكرا جزيلا. ننتقل الى موضوع اخر اعزائنا المشاهدين، اليوم اوباما عنده مشكله، الرئيس الامريكي حاير عائلته وين راح يسكنها بعد ما يطلع من البيت الابيض، يعني تصوروا اكو ازمه بالموضوع. رئيس الولايات المتحده اللي على مدى 8 سنوات اليوم من راح يخرج وتنتهي ولايته ويطلع من البيت الابيض، كيف راح يكون سكنه؟
وين راح يكون بعد أن يغادر البيت الأبيض، راح يسكن إيجار أو راح يسكن ملوك أو أكو طريقة أخرى جاهز تطلع عنده أملاك مثلا، تطلع رجل أعمال ممكن يفاجئنا يفوت للبرلمان مثلا وما عنده غير بس السترة اللي لابسها، يعني إحنا حتكون نظرتنا يطلع عنده على الواقع العايشي، واحدة منهن بدبي الأخرى بلندن وواحدة بالعراق، يطلع عنده بيوت مشتريها ملوك إذا مو عمارات ممكن. هذا غير اللي تخصص له قانونيا يعني من البرلمان احد املاك الدوله طبعا هو يسكن بيها على مدى الدوره البرلمانيه، ومن ما ينتخبوا مره ثانيه ما يطلع يقول خلاص انا ما اطلع وش يسوون سووا، ومن غير الشقق اللي يبنونهم اياها اللي مطار المثنى وغيرها من هاي، يجوز اوباما يجي يسكن مطار المثنى بالمجمع السكني الرئاسي اللي يعني ممكن هنا ممكن اي بس ينتظر لما يخلص ممكن يعني نجامله باعتبار يعني هو في امريكا ما راح يقدر يلقي مكان يعني سكن خاص به يعني ملك، ممكن يضطر يرجع ايجار او تكون حياته بشكل مختلف. اوباما سهله باوع شويه على اداره الملف السياسي العراقي وراح تعرف شلون اي بيت من املاك الدوله فتحه وقعد بيه، ترى شغله جدا عاديه. ممكن يعني نعطي حل اخر، يعني ما ضل شيء على الانتخابات 2018 يعني نهايه هذه السنه هو حتخلص دوره في رئاسه الولايات المتحده الامريكيه، ممكن من بعدها ياخذ استراحه كم شهر ويبدي يروج لحمله انتخابيه يشارك بانتخاباتنا في العراق. احنا جماعتنا هنا اذا زوج ابنا يشوف له فد بيت من املاك الدوله باوع ما حد متقرب له وقاعد بيه، هو ابني اصلا مساكن بالعراق ولا متزوج جزء عراقي بس بالاسم ضامن يعني راح اخذ له بيت ثاني. طيب خلينا نقرا الخبر اعزائي المشاهدين. قال الرئيس الامريكي باراك اوباما انه راح يبقى مع عائلته بواشنطن العاصمه بعد انتهاء ولايته مغادره البيت الابيض، وبهذا تتمكن بنته الصغيره ساشا من انهاء المدرسه. يا عيوني ساشا خطير على مود مدرستها راح يبقى بواشنطن. وكثره التوقعات بالشهور الاخيره حول المكان اللي راح يسكن به اوباما، لكن موقع الكتروني نشر بعض التفاصيل عن البيت اللي اختاره اوباما وزوجته ميشيل. بحسب الخبر فانه اوباما راح ياجر بيت وما راح يشتري خطيه لان ما عنده فلوس، وتعود ملكيه هذا البيت الى مجموعه جلوفر بارك للعقارات.
بس حلوه الشقه اجمل حلوه هذا البيت البيت يعني الفكره حتى مثل ما لاحظنا احنا بالصور الخاصه بالبيت المفروض بان يستاجر اوباما بعد ما تنتهي ولايته الرئاسيه للولايات المتحده الامريكيه. لاحظنا حتى لو كان به هو جانب من الرفاهيه وبعض الصور يقول اكيد مو مبلغ حيكون هين من يستاجره، لكن الفكره بان هم دا يوضحون بان هو على مدار 8 سنوات هو رئيس الولايات المتحده الامريكيه، ممكن ايضا عندها تكون ثروه بسيطه او تكون كبيره الله اعلم، لكن الفكره هم مو يبحثون على يكونون يقوم بالمكان ونقول يتشلبون به ويجذرون وما يطلعون منه، تكون لازم عندهم عقارات وتكون عندهم املاك، فكره اختار بان يستاجر بيت سبيل بنته تكمل دراستها ومن بعدها حيكونون هم احرار بحياتهم. واذا طلع السؤال الاهم اي اذا خرج من خدمه البلد او خدمه الوطن او هكذا مفترض راح يبقى عند راتب تقاعد يشكل نسبة 80 ما أدري 90% من راتب القديم ويبقى هو مجرد مثلا خدم 4 سنوات أو 8 سنوات يبقى نهاية عمره وأولاده أولاده يستلمون الملايين والامتيازات وكل سنة سيارة وكل سنة ماكو شيء ما أعرف يعني إحنا بنحاول بأن وفكرة بأن أو نظام وتوجه البحث عن الديمقراطية في بلدنا هو مو بس مجرد كلام وشعارات نرفعها أو نحاول بأن نكون في مصاف الدول المتقدمة، ننظر دول متقدمة نظامها كيف يكون، كيف يتعاملون مع شعوبها، كيف يأسسون ويخططون للمستقبل وكيف ينظرون لأنفسهم، هم يكونون بخدمة بلدهم مو البلد يخدمهم. هذه الفكرة يمكن الصعب لحد الآن مسؤولين بأن يفهموها بأن هم يجون لخدمة البلد مو الشعب والبلد يخدمهم. يحتاج يمكن سنين حتى توصل هذه الفكرة للمسؤولين. بالفعل أعزائنا المشاهدين خلونا نتكلم عن الشباب والأنشطة الشبابية، ومجموعة من الشباب أقامت حفل لدعم الأطفال والأيتام بحضور مجموعة من الفنانين الكوميديين. خلونا نتابع سوية أحبتي تقرير الزميل سرمد القيسي. صباح الخير، صباح المحبة، صباح الإنسانية على عيون جميع مشاهدي ومتابعي قناة المدار في محاولة لرسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال الأيتام ومرضى السرطان. قامت مجموعة شبابية بتنظيم حفل ترفيهي بحضور عدد من الشخصيات الكوميدية. خليكم ويانا، خلينا نتابع أهم فقرات وأهداف هذه المبادرة الجميلة. هو اليوم نجمع تبرعات الملابس في المدارس اللي هو هدف مهم أنا أعتبره بحياة الأطفال، وأيضا تكريم للناجحين من الأطفال. هي بالأساس بالتشجيع على التعليم وعلى الدراسة حتى نحثهم، لأن أكثرهم يعني أيتام فما عنده أبي يشجعه وما عنده، فحبينا نرفه عنهم وبالوقت نفسه يعني ننقل للعالم فكرة إنه هذا وضعهم محتاجين، يعني لازم يعني شلون نقول نحاول نجمع لهم فلوس صداري قمصان جناط، لان تقريبا انا عندي 600 يتيم. احاول ان شاء الله بكل الطرق انه هالسنه جهزت تجهيز كامل. يعني احنا الجهات المستهدفه الاساسيه هي الايتام، من بعد الايتام عندنا مرضى السرطان، من بعد مرضى السرطان عندنا الفقراء المتعففين، يعني الفقراء اللي منعدمين تقريبا. فاحنا هاي جوله من جولات عندنا هوايه، يعني عندنا جولات كسوة صيف، كسوة الشتاء، كسوة العيدين، وأهم جولة اللي هي عندنا هي كسوة المدرسة، لأن هي فالشيء يحدد مستقبل بالنسبة للطفل اليتيم، وهو هذا هدفنا الأساسي بالنسبة إليه. هسا احنا أساس حفلنا هذا إنه تكريم الطلاب المتفوقين من الأيتام، وهدفنا الأساسي هو إنه نحصل مستقبل جيد لليتيم، لأن هو اليتيم تعرف ماكو إلا من يلتزمه أو يوجهه، وكل دعم هذا اللي دشوفه هو من قبل ناس متبرعين أهل خير لا غير، وأي جهة مدعمة إنا، وناس إحنا مجرد متطوعين فقط لهذا العمل، وأكو من اللي يساعدنا بارك الله بهم. فإحنا نسعى دائما إنه نجمع أبسط التبرعات اللي نشوفها كلش بسيطة، لكن بعد جماعة تكون فد مبلغ جيد نساعد بها هواي أيتام، هواي فقراء،
والفقراء والأيتام عندنا إحنا مو من صنف معين أو طائفة معينة، إحنا نساعد العراقيين كلهم بشكل عام. إن شاء الله ننسم البسمة لأن هاي الأوضاع تعبانة بالعراق، هاي أقل شيء نقدمه للأيتام لأن ننسم البسمة على وجوههم. بلدنا بعد الحمد لله بيه خيرين هواي لحد الآن، وغيرنا كل نظرتنا السابقة عن هذا البلد، لأنه أكو ناس تبرعت بمبالغ يعني هائلة كلش ما تصورها، وإحنا من دروح يعني المناطق فقيرة دنلقى أعداد هائلة يعني خارج عن نطاق أنه سيطرتنا، لأنه أعداد بالآلاف، ويعني أخير إحصائية طلعت الوزارة التخطيط والديوح حوالي 800 ألف أرملة بالعراق، وهذني أكثر من 2 مليون أو 3 ملايين يتيم، وذولا يعني يحتاجون عناية حكومية. إحنا بدورنا خو ما ننتظر الحكومة إنه شو تجي، وهم جوعانين وعطشانين وعريانين، إحنا خو ما ننتظر الحكومة. فإحنا مجموعة أصدقاء زملاء بالجامعة تجمعنا، والحمد لله هذا رابع أو خامس عمل إنا، وقدرنا نساعد كل موسم نساعد مئات الأيتام وبمناطق أطراف بغداد بعيدة، إسكندرية، حصوة، المحمودية، المعامل، مدينة الصدر، الحبيبية، البياع، أبو تشير، شكوك، هاي المناطق الحمد لله وصلنا لها وساعدنا آلاف يعني محتاجين شكل لك لدرجة أنهم ما عندهم أكل يأكلون. صباح الخير حبيبتي. صباح النور. شو اسمك؟ زمة. زمونة، زمونة احكي لي اليوم هذا الحفل تونستوا بيه؟ إيه. نعم. شنو أكثر لعبة حبيتي؟ مسرحية. وبعد شنو أكثر لعبة حبيتي؟ المهرجان. المهرجان. من فازوا البنات على الولد صفقتي مثلهم؟ نفطر على عوائل الشهداء والايتام ونساعدهم باللي نقدر عليه احنا، لان مثل ما قلت لك احنا ما عندنا احد يدعمنا، مجرد الناس الخيره وبعض التجار هم اللي يدعمونا. جيت على مود اسعد الاطفال وونسهم. هذا دور المهرج اول مره تأدي له انت دائما؟ لا لا، كل مره اطفال امراض السرطان الايتام اي يلبس اي لحظه. طيب هذه البسمة اللي ترسم على وجه الطفل ايش تعني لك بالنسبة لك؟ يعني خليه سعيد يفرح لأنه هو يتيم لا عدلام ولا عدلام. متواصلين معكم أعزائنا المشاهدين بمواضيعنا لهذا اليوم، حيث تمتلئ صفحة الإنترنت وبرامج التلفزيون بطرق وأنظمة غذائية وأدوية وأعشاب وحتى أجهزة، منها ما يقال إنها لإذابة الدهون، ومنها ما يكتب إنها لشد البطن، ولكن للأسف هذا الكلام لا يصدر من متخصصين وغير علمي ويستهدف فقط الربح التجاري لا أكثر ولا أقل. فهل توجد طرق صحية يمكن اتباعها لتخفيض الوزن دون الشعور بالجوع؟ هذا الموضوع أعزائي المشاهدين طرحناه على ضيفنا عبر الهاتف أخصائي التغذية الدكتور رائد خليل. صباح الخير دكتور رائد. صباح الخير دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا بكم المشاهدين الكرام مشاهدي قناة المدخلات الفضائية، وأهلا بكم جميعا. أهلا ومرحبا بك دكتور. دكتور كيف نجهز أجسامنا للرجيم دون الشعور بالجوع؟ الحقيقة بالنسبة للرجيم المفروض يعني أنه يكون يتميز نظام معين للتخفيف من عملية الجوع الحقيقة لاتباع بعض التعليمات المفروض. أول خطوات مهمة أساسية لازم نتبعها من قبل نسوي رجيم بدون الشعور بالجوع أو أقل شيء ممكن نشعر بالجوع، اللي هي أول نقطة مهمة هو الإكثار من شرب الماء السوائل أو النهار. أول شيء يعني إحنا الاحتياج الاعتيادي في فترة الصيف مثلاً المفروض 8 قداح من الماء باليوم، المفروض نزيد هذا يعني إلى 10 إلى 12 قدح من الماء، هذا أول نقطة. النقطة الثانية نحاول نركز على زيادة الألياف في الغذاء، يعني اللي هي الخضروات اللي إحنا نسميها بالعامية سلطة، يعني لازم في كل وجبة
خصوصا الغداء والعشاء وما بينهما لازم اكون قد نسبه من الزلافه اللي هي نسبه الزيت نسبه الخيار والخس لان ذني تحتوي على الياف وتحتوي على تتاخر بالمعده تتاخر بالامعاء على مود الشخص اللي يتناولها بكثره ما يحس بالجوع بسرعه ما راح يجوع بسرعه ويضطر انه يتناول اغذيه كثيره السعرات. بالاضافه الى نقطه مهمه انه هذه الالياف اللي يتناولها هذه سعراتها جدا قليله يعني قد ما اكل منها اكثر ما راح تزيد السعرات الحراريه وما راح يحتاج الجسم يفقدها بطرق مثلا ممارسه الرياضه لفترات طويله. النقطه الاخرى ايضا استخدام اكواب الحليب القليل الدسم. هم يعني في كل وجبه الصباح حليب قليل الدسم او وجبه الغداء او العشاء ايضا. زين هو حليب خالي الدسم هذا كلش ممتاز ويساعد على انه يقلل حركه الغذاء داخل الامعاء ويقلل من الانتفاض بالتالي راح يقلل من السعرات الحراريه اللي راح تتراكم في الجسم. الزبادي او احنا نسميه اللبنه اللي هم اذا كانت منخفضه الدهون طبعا يكون افضل هذا الشيء. هذا هم لازم نزيده بالوجبات الغذائيه. اكو بعض الملاحظات اللي هي مو اكو اشياء معينه اتبعها من الاكل تماما. مثلا يعني البيض ممكن اكله وممكن حتى ويا الصفار اكل دراسات شفت بانه الصفار البيض يعني صح راح يعطي سعرات اكثر ما راح يزيد الدهون بالطريقه اللي مقلقه او اللي يخلينا نتخوف منها. فاذا بيضه مسلوقه بس لازم مسلوق يعني مو في شيء بيدهن انا ابي ادهن فوقها. استعمال زيت الزيتون افضل من استعمال الدهون الحيوانيه المنشا طبعا. زين بس بدرجات قليله لانه تدري الدهون هم تزيد السعرات الحراريه. نقاط اخرى مثلا استعمال الفاكهه بين الوجبات. الفاكهه بين الوجبات يعني انا بين الوجبات الرئيسيه الثلاثه اذا استعملت في وجبه ثانويه صغيره احنا نسميها سناك. زين اللي هي وجبه يعني قليله المحتوى الغذائي اللي هي ذات الفيتامينات عاليه فيها الفاكهه. طيب دكتور لو سمحت يعني عذرا عن المقاطعه فيما يخص الفاكهه يمكن اغلب اللي يعتمدون نظام الريجيم يقولون احنا نقدر ناكل فاكهه قد ما نريد لان هذا ما حيأثر على الريجيم، لكن يا ريت تصلحنا المعلومه يمكن يحتاج يعني يمكن يعني ثمره مو اكثر يعني مثلا مو يكثرون التفاح او موز او عنب او الكثره منها. سكريات عاليه عفوا. نعم. الفاكهه هذه سكريات عاليه يعني يصير الاكثار منها هم يعني قلنا احنا بين الوجبتين ممكن انه نضيف فاكهه او حتى ويا الوجبه نضيف فاكهه يعني حبه واحده من نوع واحد تقريبا او حبتين من نوعين مختلفين فقط مو اكثر. من نزيد يعني مو معناته واحد يقعد ياكل مثلا نص كيلو عنب او 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 فراوله او ذني الفواكه اللي عاليه السعرات او التفاح او حتى الموز يعني حبه واحده في اليوم مو اكثر او حبه واحده في كل وجبه لانه اذا زيدناها ما سوينا شيء معناته هذه مليانه فركتوز وسكريات عاليه. زين اما اذا راح تعطي سعرات كلش عاليه بس الهدف منها احنا بين الوجبات على من اجل الوجبه ما راح اكل بطريقه يعني ما راح اكل اكل ثقيل خلال الوجبه الواحده. النقطه المهمه الاخرى طبعا ماكو رجيم او نظام غذائي يخفض الوزن ما مقترن بالتمارين الرياضيه. لازم اكو تمارين رياضيه على الاقل هو المشي اللي هو اسهل شيء ما يحتاج لا اجهزه ولا مكان ولا هاي. ممكن مشي لمده نص ساعه يوميا او حتى ثلث ساعه يوميا او نص ساعه لمده خمس ايام بالاسبوع تقريبا ثلث ساعه باليوم. بس المشي مو بطيء لازم شويه مشي يعني به مجهود. زين هذا ما ممكن انه اكو نظام غذائي ينزل الوزن ما مقترن بالرياضه اللي هي اقل شيء المشي. وإضافة إلى قلنا النقطة الأولى هي زيادة شرب السوائل وخصوصا المياه يعني شرب الماء. نعم، طيب دكتور فيما يخص أكل الجزر يعني ما أعرف سامع هذه المعلومة إذا كان صحيحة أو لا، إذا كان الجزر يعطي إحساس بالشبع وأيضا هو يمكن ما به سعرات عالية وأيضا احنا يمكن البشار اللي احنا نسميها بالعامية الشامية هم تعطي إحساس بالشبع، هذه تنصح بها الجزر ولا البشار الشامية؟ اللي هي شنو هو ما سمعت الجزر سؤال الجزر الجزر يعطي احساس الجزر يعطي احساس بالشبع وايضا الشاميه الجزر ممكن انه نخليه بالسلطه بس بكميات مو كبيره لانه ايضا الجزر والطماطه يعني جيدا يعني بيهم دي سعرات الجزر في سعرات عاليه اعلى من الخس والخيار تفضل الخس والخيار لازم كميات قليله يعني حتى احنا من نريد يعني ماكو اغذيه نمنعها تماما ما عدا طبعا المشروبات الغازيه المشروبات الغازيه المفروض تمنع تماما
زين، حتى الدايت، حتى الدايت المفروض تمنع يعني جني، لانه مؤذيه للصحه العامه مو بس لنزول الوزن. وثاني نقطه اللي نمنع منها ان الحلويات يعني كلش قليله، يعني مره بالاسبوع او مره بالاسبوعين هيك. يعني الجزر يعني من الانواع الغذائيه اللي المفروض ما نزيد بها كلش هوايه، نخليها بمقدار قليل، هم انا بيها فائده للجسم وهم انا ما راح تضرنا بكثرتها، ما راح تضر الجسم باعطاء سعرات عليه، فنخليها بكميه قليله. وبعد الماده الثانيه شنو هي؟ الشاميه. الشاميه يعني تعطي احساس بالشبع. تعطي احساس بالشبع، بس هم اعتقد الشاميه اللي ينضاف لها زبد ودهون يعني الاكثار منها مو زين. حتى على القولون تسوي تهيج بالقولون وتسوي نفخه، يعني تسوي احنا نسميها غازات، يعني نفخه بالبطن، واعتقد مو صحيه، يعني اكيد مو صحيه، مو الهدف منها انه تعطي احساس بالشبع بس. طيب لانه فيها كميات من الدهون والزبد سعراتها عاليه. دكتور، مسألة الرجيم أو السمنة تعتمد على قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية، أكو فحص مختبري يحدد قدرة الجسم على حرق الدهون؟ لا، حقيقة ماكو فحوص مختبرية تخلي يعني تقصدك أنه من شخص إلى آخر. نعم بالضبط. عملية حرق السعرات؟ لا، حرق السعرات ثابت هو لكل الناس، لكن الفرق هو إمكانية الجسم في تجميع الدهون. وين راح يجمع الدهون؟ في مكان، هذا اللي يفرق. اكو اجسام معينه، اكو ناس معينين تزيد عندهم نسب الدهون بشكل يعني الجسم هو يصنع الدهون، هو ينتجها يعني بشكل داخلي، مو شرط انه هو ياكل دهون هوايه، بس راح يسمن يعني قابليته الجينيه، خلينا نقول الجينات مالته انه هو يسمن، يعني مو لانه ما يتحرك او يتحرك، هو يمكن يعني يحتاج هذا الحركه ابيض، بس قابليته لحرق السعرات بالحركه هي ثابته، بس هو عنده جينات معينه تخليه اسمن من اقرانه. نعم. او اكثر وزن من اقرانه. فهذا الفرق اللي يصير. طيب دكتور، اكو اغذيه معينه تكون يعني صعبه الهضم على المعده او الجهاز الهضمي، واكو اغذيه مثل ما تعرف تنهضم بسهوله. تعرفنا على الاغذيه اللي ممكن تكون مفيده للجسم وتنهضم بسهوله، يا ريت لو تعرفنا على الاغذيه اللي تاخذ وقت في الاطعمه اللي تنهضم بصعوبه داخل الجهاز الهضمي. هو طبعا الاغذيه اللي تتاخر بالهضم واللي تتاخر بالانتفاض هي اللي راح تفيدنا في حاله عدم انتفاض سعرات عاليه. نعم. يعني هو هذه اشياء مفيده يعني نقدر نستفاد منها. يعني تكون جيده للرجيم. هي اللبن الزبادي. يعني مثلا نخليه في كل وجبه، او الحليب الخالي الدسم. نعم. وعشر كميات من الماء، هذه تختلط مع الاغذيه، مع الغذاء اليومي، مع الوجبات، تسوي لنا يعني تاخير لعمليه الانتفاض، تاخير لعمليه الهضم، وبالتالي ما راح تصل سعرات عاليه للجسم. مع الرياضه، مع الحركه اللي راح تصرف من سعرات عاليه اكثر من الطبيعي، فراح يكون معدل صرف السعرات اكثر من اخذها. هذه النقطة اللي لازم يسويها اللي يريد يقلل من وزنه، لازم يصرف سعرات أكثر مما ياخذ، فهو يحاول أن يأخر الانتفاض. نعم. اللي هي أفضل شيء قلنا اللي هو الوجبة الزبادية، الحليب، الألياف، الألياف ممكن أنه أيضاً تساعد، أنه هي الألياف ما بها سعرات يعني. زين، وتعطي إحساس بالشبع. نعم. هو هذا اللي بنقصده في موضوعكم بالذات يعني. بالإضافة إلى أنه إحنا ما نبتعد تماماً عن اللحوم، مثلا يعني اللحم مثلا صدر دجاج ممكن، وحتى قطعه لحم عاديه لحم الحمراء اذا مره بالاسبوع ماكو مشكله، اذا قطعه معينه بس يحاول انه تاكل بشكل فارغ يعني بدون صمون، بدون خبز، بدون تمن، هذا القصد الافضل طبعا لعمليه الهضم طبعا. نعم. شكرا جزيلا دكتور على انضمامك الينا عبر الهاتف والمشاركه بالبرنامج. يعني كثير من الاغذيه اذا عرفنا المقدار المناسب لأكلها والطريقة المناسبة للطهي والطبخ راح نعرف شلون نحافظ على جسمنا، على رشاقتنا، وممكن احنا نتبع او نخترع في درجه خاص بنا ممكن. ومثل ما ذكر الدكتور بان احنا ما نبتعد عن الاطعمه والاغذيه كلها، يمكن هي معروفه الاكلات الدسمه والبيها سعرات حراريه عاليه، يمكن هي تتعب حتى الانسان اللي يعني ما يعاني من زياده بالوزن، يتعبك بسوء الهضم او تسبب له قد تكون مشاكل صحيه بالمستقبل، لكن من ناحيه اللي يبحثون عن
عن الدايت، فهي الأغذية كلها متاحة، لكن نسبتها، الكميات اللي قد نتناول منها، الأوقات اللي نتناول بها الأكل، نحاول بأن يكون غذائنا صحي أكثر ما يكون هو بدسم ودهون، وهذه اللي تعطينا سعرات حرارية أكثر، ممكن تكون صعوبة هضمها بالجسم، والنتيجة حتسبب دهون، حيسبب زيادة بالوزن. والأهم بأن إحنا من نتبع نظام ريجيم يكون هو يعني معتمد من قبل أطباء أو مثلا آخرين مجربين. يعني مثل ما ذكرت بمقدمة الموضوع حيدر، ذكرت بأن كثير مواقع التواصل الاجتماعي كثير الوصفات اللي يطوها والنصائح والطرق وكلها بالنتيجة ممكن تكون هي مو صحيحة، ممكن هي تضر وزايد الوزن ما حتفيد بإنقاصه. مثل ما ذكرت المعلومة اللي تأكدت منها من الدكتور فيما يخص الجزر والشامية، يمكن كثير يأكدون بأن كثر من أكلها لأن هي تعطي إحساس بالشبع، فبالنتيجة حتقلل الوزن، لكن ذكر الدكتور لا، هي يمكن تزيد الوزن الأكثر منها. كثير من الأمور اللي تنذكر بالإنترنت هي عبارة عن استنتاجات، يعني ما خضع لدراسات أو أشياء موثقة أعزائي المشاهدين، فما يراد نثق بها أو رأسا مباشرة نجي نطبق هذا النظام الغذائي أو هاي الوصفة أو طريقة الرجيم المعينة. أكو مشاكل بعد أكثر، مثلا أكو طرق للعناية بالشعر وماسكات للوجه والبشرة، يعني أي واحد يجي ويكتب وهو هيك دا يخترع من يما أخلط الحاجة المادة الفلانية بمقدار هلقت، ولأني بالأخير حارق البشرة حارق الشعر. إذن المعلومة يرى تأخذها من مصادرها موثوقة أحبتي المشاهدين. نتحدث اليوم أحبتي عن موضوع آخر، هاي المرة نتحدث عن المجتمع العراقي، ونتحدث عن المرأة العراقية اللي استطاعت أن تشارك الرجل بكثير من المهن والوظائف، وتعمل كثير من العراقيات بمهن صعبة كاسرات بجميع القيود، قيود المجتمعية وحتى قيود التعب والإرهاق وغيرها من هاي المسائل. لكن هنالك مهن اقتصرت على الرجال أعزائنا حصرا، وما كنا نشاهد مرأة مثلا بالسابق ممكن أن تقود سيارة أجرة، هذا اليوم شاهدنا أكثر من امرأة تقود سيارة أجرة في سبيل أن تعين نفسها وتعيل عائلتها. اليوم يزن ساجد من خلال تقريره التقى بامرأة عراقية تعمل كسائقة سيارة أجرة للنقل العام، سائقة باص على ما أعتقد كيا، من أجل إعالة عائلتها. خلينا نتابع حكايتها مع يزن. عدن 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 عدن، صباح الخير أعزائي المشاهدين، صباح المحبة على عيونكم. لن تكن الأعمال الشاقة حكرا على الرجل فقط، بل كان للمرأة دور كبير فيها، وضمنها أم علي، امرأة قررت أن تعمل سائقة باص. إذن أعزائي المشاهدين ابقوا يانا، خلي نتعرف على أم علي. عدن 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 عدن. صباح الخير. صباح النور عليك وعلى العراق. سائق سيارة، كيف هي طبيعة أم علي معاكم في الشارع؟ والله إنسانة نحترمها إحنا ونعزها، كأخلاق عندها ومبادئ ويانا، ويشرفنا بكل عراقية هي أن تكون ماجدة تربيتها وعيشتها، وإنسانة نعزها ونحترمها إحنا طبعا كلش، يعني إنسانة عظيمة ويانا. أم علي من زمان وياكم على الخط؟ أي نعم صحيح، ويانا من زمان. أي زين، كيف هي تعامل الناس معاها من يشوفون امرأة يعني هي سائقة السيارة؟ بالعكس الناس تفرح من نشوفها، لأن يشوفون إنسانة كعراقية، يبينون لباقي النساء بأن هي مجاهدة وتشتغل تؤدي واجباتها المعيشة لعائلتها بالحرص عن عائلتها على هالشغلة هاي الشريفة. اللي تنافسكم بالعمل؟ فعلا صحيح، لأن امرأة تتحمل هذا المعيشة وتتحمل هاي الشمس وهالتعب، فإحنا نجبر أن نصير بعد يعني نباوي، يعني أنت نظرية كرجل وكمرأة يعني ساعدوها؟ إيه نحب نساعدها إحنا بكل شيء. أنا أشجع هذا الشيء، لأن أحسن ما تروح بغير طريق تتجه لهذا الطريق أحسن، لأن هسه أنت وقتنا تدربي وقت صعب، والشغل يعني قوي الله تحصله، يعني يوم أنت تشتغل نقول ب 10,000 يوم ب 20,000، أحسن ما نروح بغير طريق نقول الحمد لله والشكر. أنت
دائما تصعد وياهم علي؟ اي دائما صعد وياهم. وهي يعني صارت من عندنا وبينها، يعني صار لها سنين بهاي المصلحه. يعني لا سنه ولا سنتين. شلون سياقتهم علي؟ حلوه. حلوه كلش حلوه. نعم. مرتبه. وهي ما تخوش مره خلوقه. نعم. ما لها شغله بواحد والناس تساعدها. يوم تروح لساعد عدن او تجي للرصافي المرور يساعدها، الشرطه تساعدها، لان شافهم رأي. ام علي مره متواضعه ومره فقيره. يعني على مود العيشه، العيشه صعبه. فهي من ضمن اني مواطن اصعد وياها. فسياقتها هادئه وهاي وصاحبه عائله. يعني فالله يساعدها على الوضع. اول مره من شفتهم علي تفاجئت بان اول مرأة بالعراق تعمل سائقه كيه. أنا مو أول مرة، بالعكس شفت واحدة مكوستر مرة كبيرة كانت تشتغل. أنا بالنسبة لي أعتبرها مجاهدة، لأن صاحبة بنات العلم والاطلاع. عندها حوالي لو 4 بنات لو 5 بنات، وعندها سيارة عاطلة ذابتها بالبيت وما حد يساعدها، بس هي المعينة الوحيدة، وصاحبة عائلة كبيرة وأجار، وإنسانة كدوحة. يعني هاي طلعتها من الساعة 5 الصبح لـ4 العصر هي تشتغل بالشارع، وإحنا هنا كنا مداريها. بس إذا بيها مجال يعني عندكم فد ناس خيرة يساعدوها يصلحوا لها سيارتها. نعم إن شاء الله. زين من زون وياها على الخط؟ صار لي 10 سنين وياها، وعلاقتي بها كلش قويه. تعامل الناس معاها، نظره الناس لها بالخاص من يشوفون امراه يعني سك كيه. والله معامله الناس وياها معامله طيبه، وخاصه ولدنا كلهم يساعدوها ومعاملتهم طيبه وياها. وانسانه فقيره وانسانه محترمه، وانا اعتبرها مجاهده، لان صحيح تشتغل العائله. صح، اشجع باقي النساء ان تعمل مثل عمل ام علي. والله مثل ام علي اشجعها وابصر لها بالعشره. يعني هذا الشغل اللي شفته يلائمني، لان انا من البدايه بدوائر الدوله انا سائقه. نعم. اي بعدين اشتغلت طباخه، وهمين الامور شويه لخبطت وياي، اضطريت ارجع لهذا العمل. نعم. نعم. ايش صار لك؟ والله من 2007. من 2007. 10 سنوات. نعم. زين اهلك كيف كانت نظرتهم اليك او تعاطفهم معاش او تعاملهم معاش؟ والله اهلي بالبدايه شجعوني يعني. نعم. شجعوني لان احنا اساسا يعني اخوتي وكنا سواق يعني ماشيين على هالدرب هذا، فهم كانوا حتى يشجعوني. اخويا كان يعلمني بالتريله يقويني يعني بالسياقه. زين زوجك؟ والله زوجي توفى من 96. نعم. نعم. وانت حاليا انت الوحيده المعيله لعائلتك؟ اي نعم. ما عندي غير يعني بس انا لعين العائله. يعني قاعد هاي الشغل تطلع من الصبح تجي العصر في سبيل اللقمه، يعني في سبيل ان تعيش عائلتك، تجيب العيش العيش لعائلتك والخبز. نعم. كيف هم نظرتهم الناس اليش من يشوفوك؟ قبل كانت يعني نظره الناس الي استغراب واستهزاء صراحه يعني، بس يعني خلال ممارستي بالشارع وقاموا يعرفوني، يعني حتى قاموا يصير لي يعني شلون يقول معاميل، يعني ينتظروني لما يجي يساعدون وياي. تعامل المرور وياك شلونه؟ والله بي زين وبي مو زين، مو اقول لك كلهم مو زينين ولا اقول لك كلهم زينين. زين يعني قبل كانوا يسهلون اكثر، هسه لا يعني يعاملوني كمعامله الرجل، يعني ما يعاملوني مره مثلا شو اسمه وصياح وعياط وش اسمه، بس احنا ماشيين ساعه هيك وساعه. اللي تحصلي باليوم يكفيش انت وعائلتك؟ والله الحمد لله، هي يعني اللي نحصله مال علاقه. لان انا تعرف يعني هاي السياره انا ماخذتها مقطوعه يوميه 35 للملاك. ليش لو تعملين بها؟ انا ماخذتها مقطوعه من شخص، فانطي باليوم 35 و20 مال البنزين، هاي صار 55. وانت شايف الشارع شو يشتغل الشارع؟ نعم. يعني هل تطلع 15 20؟ الحمد لله والشكر لله. بصراحه تشجعين باقي النساء على العمل بين سائقات باص؟ والله لا والله ما اشجع. الله شوف صافي باب المعظم، باب المعظم. حيفر صافي باب المعظم، باب المعظم، باب المعظم. الله شوف صافي باب المعظم.
إذن أعزائي المشاهدين، بعد ما تعرفنا على طبيعة أم علي اللي تعتبر مثال للمرأة المكافحة، في الختام هذه عودة لزملائي في الاستوديو. شكرا جزيلا لك يا زين، وتحياتنا إلى المرأة العراقية الكادحة والعاملة وين ما كانت، سواء أم علي أو غيرها من نساء العراق. أم علي هي مثال حي وشريف ومشرف لكل من يكافح اليوم نساء ورجالا من أجل لقمة العيش الشريفة ومن أجل العمل على المجتمع، وبالتأكيد على أسرته أولا، وعدم سلوك أي مسلك آخر قد يكون بعيد عن القانون بدافع الحاجة أو غيرها. يعني نقول لأم علي الله يعينك ويقويك ويساعدك، ويا رب يعني تكون أيامك الجاية تكون هي بها يعني تيسر لي أمورك أكثر، مثل ما تابعنا بالتقريب يمكن صار لك 10 سنوات بهذا المجال، ولحد الآن هي سيارة أجرة خاصة بها يمكن ما تملك، وهي تعيل عائلتها، هي المعيل الوحيد. الله يكون بعونك. أكيد هي مرت بكثير من الصعاب وكثير من المضايقات، وذكرت بأن بالبداية كانوا يعني البعض يستهزئ، البعض رافض، البعض ما متقبل الموضوع، لكن الناس نظرة المجتمع يعني هي باللي قدمتها هي تدرس للناس بأن هي تعمل بشرف وبدت كد على بيتها وعلى عائلتها في سبيل تأمن لهم لقمة العيش. مثل ما نقول احنا يعني نقول تعبنا احنا العراقيين نبحث عن الرفاهية، ندور احنا قوت يومنا. اللي ينتقد مثل هيك حالات بالمجتمع خلي ينتقد نفسه بالأول وينتقد الجهات المسؤولة، لأن لو ما المجتمع أو بعض أفراد المجتمع ما متكاتفين، الغني ما ينطل الفقير، وصاحب الحاجة ما ينطل أخو المعتاز، والجهات المسؤولة الحكومية وغير الحكومية ما تتعاون ويا الفقراء، ما كان لاحظنا مثل هيك حالات بالشارع. احنا ما ننتقد هاي الحالة، بالعكس يعني، لكن انت اذا تنتقد هيك حالة، هاي الحالة بسببك. يعني انت لو متكاتف مع اخوك المواطن، لو الجهات المسؤولة قائمة بعملها، ما نشاهد امرأة خطية تعبانة عائلتها محتاجة تضطر انه تعمل بمهنة قد ما تناسب النساء من الجانب البدني والقوى البدنية، تدرين يعني السياقة وإزعاج الشارع بالضبط، ويا ناس مختلفين من المرأة والأخلاق والطباع. فيحتاج نغير نظرة مجتمعنا من خلال بأن يتعودون بأن المرأة تكون موجودة بكل مكان ما دام هي تعمل بضمير وبشرف بدون ما تأذي أحد أو تتطاول على أحد، ولا المفروض أحد يتطاول عليها. قد يكون تقصير احنا يعني هو واضح ومعروف، يمكن اذا هي كانت امراه عندها ايتام وما قدرت بان هي تعيلهم، كان المفروض تكون عندها هي ضمان اجتماعي وضمان صحي وغيرها، قد تكون من ضمن الامنيات اللي نتمنى احنا دائما حيدر. لكن نتعامل بالواقع المفروض علينا، والله يقويها والله يعطيها الصحه والعافيه، وتقدر بان تعيش اسرتها عيشه كريمه بعيده عن الاحتياج او مد اليد للاخرين. ونتمنى من المجتمع بأن نحس ونفكر بغيرنا، إذا ما قدرنا نمد إيدنا ونساعد الأقل من مد لساننا ونجرح بالكلام أو بالنظرة أو بالتعامل، هذا اللي نتمنى. لكن يبقى في مجتمعنا وفي شبابنا الخيرة والغيرة على البلد والحرص بأن يقدمون كثير لهذا البلد، والبعض يمكن حتى ما يفكر بأي مردود مادي، لا يحاول بس يخدم. وللأسف بعض الأحيان يمكن يلقي العراقي الأمامة موجودة، سواء عراقي من أخوته المواطنين أحيانا ما يتقبلون الفكرة وما يساعدون وياه، أو من بعض الجهات المسؤولة اللي ما تيسر لأمره أو تعطي بعض الموافقات الخاصة. خلونا نتحدث عن مجموعة من الشباب أعزائنا المشاهدين يعملون مجال الهندسة، سواء الاختصاص الهندسة المعمارية أو حتى المدنية. طرحوا مبادرة لإعادة أعمار البنايات اللي تضررت من جراء التفجير الإرهابي اللي حدث بالكرادة، ما صار له هواية، ما أعتقد لحقنا ننساه، هذا التفجير الفظيع اللي أودى بحياة عشرات من خيرة شباب العراق وأطفال وحتى عوائل كانت موجودة، وهدم الكثير من الأبنية اللي كانت مهمة جدا، سواء لتسوق المواطن أو توفر لقمة عيش لأصحابها سواء اللي يمتلكوها أو حتى العمال البسطاء الموجودين بهاي المحلات. مبادرات أعزائنا المشاهدين مباركة من أجل أعمار الأبنية اللي ضررت جراء هذا الانفجار. حتى نتحدث أكثر عن هذا الموضوع نستضيف المهندس زيد أمير، وأيضا نستضيف زميلة المهندس وسيم جمال. أهلا ومرحبا بكم. مرحبا بك وسيم، مرحبا بك أمير، أهلا بكم. يا ريت بالبداية تحدثونا عن المبادرة والفكرة، يمكن الناس حابين يتعرفون عليها أكثر، تشرحون كيف وصلتوا لها وبديتوا بخطوات، لو اكو تفاصيل نتعرف عليها من خلال الحوار. هي بالضبط المبادرة، يعني احنا بيوم اللي صار الانفجار كنا انا والمهندس وسيم اصلا قريبين على المنطقة،
اصلا شو تبغى؟ قريب العرب المنطقه الحمد لله على السلامه. كنا بالجادريه فبدنا نرجع اصلا يعني كل من يروح بيتهم فبيانات انا شادت فكره ببالي انه لو احنا كنا رايحين لهذاك المكان بهاليوم بهالوقت اللي صار فيه الانفجار كان صرنا عادل حال الناس اللي ماتت ورقم من الارقام اللي احنا دائما نسمعها. الله يرحمهم ويصبر اهاليهم. فمنها هي بدت الفكره. احنا ثاني يوم يعني مباشره من احنا جمعنا بالمكتب مالنا المكتب اللي احنا يعني موجودين به اللي هو انا واسمي ويانا بعد مهندسه يمين اسمها دينا بس سافرت بعدين لظروف معينه. كانت الفكره من عندنا انه احنا لازم نقدم شيء لبلدنا ولازم نقدم فشغله انه الانفجار اللي صار هاي المنطقه اللي تاذت. احنا كان الفكره من عندها مو بس يعني مو بس احنا نعيد اعمارها فقط يعني كان بيها جانب يعني الجانب الاول جانب توعوي لانه باعتبار انه عدد الضحايا ازداد بالانفجار نتيجه الحريق اكثر من الناس اللي ماتوا بالانفجار. هاي رقم واحد اضافه الى انه الواقع اللي صارت والحدث اللي صار بهالمكان هذا يجب ان يخلد يعني. فباعتبارنا احنا معماريين ومهندسين معماريين فاحنا لازم يعني وظيفتنا هاي انه احنا نقلل من الخسائر اللي ممكن تصير. فبدت الفكره بالبدايه انه احنا مباشره طرحنا على مواقع التواصل الاجتماعي انه الفكره تكون انه احنا بس نعيد تصميم هالبنايات مجانا يعني. هاي كانت البدايه. الفكره بعدين بدت تتطور لقينا يمكن دعم شويه من الناس اللي موجودين على الفيس من اصدقائنا او من الناس اللي نعرفهم. بدت الفكره تتطور اكثر واكثر يعني. حاولنا انه احنا نحول هاي البنايات الى بنايات تروي هاي الفاجعه. يعني هي بنايات لا متحف يعني متحف هي يعني تروي هذا الحدث اللي يصير. المشكله اللي صارت عندنا انه احنا يعني كملنا احنا بالتصاميم وضعنا تصاميم الستاف كله اشتغل. اكو بعد ويانا جماعتنا همين اصدقائنا لقينا دعم مثلا من اصدقائنا اللي هم هم بعدهم طلاب مو الا مهندسين كلهم دكاترتنا اللي بالجامعه دكتور عباس كريزه ودكتور صبيح يعني اشكرهم لانهم وقفوا ويانا بالبدايه. فبلشنا هيك كانت الفكره انه مجرد بس نعيدها بالمجان. بعدين بدات الفكره تتطور شويه شويه الى ان وصلت تتحول المنطقه هاي كلها الى متحف. احنا يعني المنطقه انه ما تكون سيارات توصل لها من مره لخ مجرد انه مشاه تصير متحف يروي الحادثه اللي صارت وبنفس الوقت ممكن ان احنا نشغله انه يبقى محلات تجاريه وبنفس الوقت متحف. وتقليد لهي الفاجعه طبعا هو المتحف يعني يصير تقليد للفاجعه اللي صارت حتى تظل ذكرى يعني. فالشارع راح ينسد يصير بلازا قدام المحلات يعني ما تنعاد انه ترجع شارع بالكامل لو بنايه هادي سنتر وبنايه مجمع اللي تقصده هو تصير يعني بلازا هذا المكان. يعني تصير بس مشاة بيدستريان ماكو سيارات يعني حتى اذا ممكن نسوي نفق من جواهم على انه بس ما تخترق المنطقه لان المنطقه يعني كلها دماء. فاحنا يعني هذا تعبيري انه يكون رمزي رمزيين نطي المكان ونطي واجهه ثقافيه واجهه حضاريه. بس بنشوف هذه الفكره تكون متكامله يعني تلقى حل بديل لمرور السيارات يعني بالضبط. بس احنا يعني ما لقينا دعم الشارع ضيق ما لقينا دعم احنا بالضبط يعني. وممكن اكو حلول هواي نطرحها ممكن نفق ممكن تسوي فوطه من غير مكان ممكن مجسر. زين اليوم شنو يمنع تنفيذ مثل هيك افكار؟ يعني انتم وين توقفتوا؟ احنا دعم يعني دعم دولي ما شفنا يعني دعم من الجهات المعنيه ما شفنا يعني. احنا ما قدرنا نوصل في المكان اكثر من الجامعه مالتنا. نعم ما نقدر نحصل دعم اكثر من الجامعه من الاساتذه من الدكاتره الموجودين. دعم مادي لو موافقات لو شيء موافقات ما نقدر نحصل. نعم وما حد اجى مثلا قال اوكي اشتغلوا بالمشروع. ما قدرنا نكمل فلهذا السبب احنا توقفنا واحنا من خلال قناتكم يعني نريد نوصل صوتنا. طيب هو المجمعات اهليه تنتظر الدوله توافق لك على شنو؟ روح لابو الملوك واتفق وياه. لا تسمح لي انه الفكره اللي هو قال انه منطقه تتحول منطقه بلازا، بلازا هي عباره عن منطقه تجمع. نعم. يعني احنا اليوم اذا نريد نصمم على هالموضوع هذا لازم احنا ناخذ جزء من الشارع وناخذ جزء من البنايات اللي يعني على السايد هذا وعلى السايد هذا. في شغلات هاي يعني تعتبر بابليك دومين يعني هاي. نعم. يعني ملكيات عامه مو ملكيه خاصه. احنا ما من حقنا نقدر وضمن سياسات امانه بغداد انه ممنوع انت تحول هيك مناطق. احنا ردنا دعم انه دعم اعلامي اوكي حصلنا عليه. دعم من جامعتنا حصلنا من دكاترتنا.
بس وصلت للموافقات لحد الان يعني تصير عراقيل كلش يعني مو طيب. من اصحاب الملك في بعيد عن الشارع والرصيف والابنيه اصحاب الملك يعني اذا كان مجمع الليث او الهادي سنتر اللي هو حدثت به الفاجعه هذه حصلتوا موافقه؟ لقيتوا ترحيب من عندهم بالفكره؟ قابلين هذا الشيء؟ لهم يبحثون بس عن ممكن بعد فتره يستثمروا ويعيدون بناها من جانب تجاري فقط؟ بالبدايه كانت انه اوكي يعني حصلنا موافقات. يمكن هو احد من احد المالكين من الامارات هو اصلا مستشهد مني فاحنا ما نقدر نحكي ويا اهله بالموضوع. حصلنا بالبدايه موافقات بس يعني الظروف بعدين بدات تتغير الاراء. يعني كانت فكره الناس انه لازم يصير متحف لازم نخلد هاي الفاجعه، بعدين بدات الناس تقول انه اوكي احنا نريد نعيش، احنا نريد نفتح محلات. يعني هو اذا يصير تعويض من الدوله ممكن يعني اذا صار تعويض من الدوله ممكن انه هذا المكان ينفتح على شكل متحف ويتحولون الى مكان اخر من المحلات. يعني هي الفكره ما اعرف اذا كنت انا يعني اتكلمها بشكل دقيق، لكن يعني هي بألم نتحدث عنها. المكان اللي تذكرونهم بان اغلب اصحابها والعاملين بها استشهدوا. طيب منو اللي يريد ينتفع من المكان؟ ليش ما تكون ذكرى هذا المكان خالده للي كانوا يعملون بها، لارواحهم يعني يعني ودمائهم كانت يعني غرقت المكان، غسلت هذه الشوارع وهذه البنايه اللي اصبحت هي عباره عن وتفحمت حتى اجسادهم. ما اعرف يمكن صعوبه ثانيه ترجع مره ثانيه وتكون مكان تجاري والناس تنتفع به، ليش ما جانب انساني يكون؟ احنا حاولنا يعني هم اهل المحلات نفسهم يعني اللي هم نفس اللي استشهد اهله او يعني اقاربه او شيء، هم يقولون احنا هذا المكان هو مكان رزق له. يعني حاولنا اكثر من مره نقول لهم انه نخلد ذكرى الشهيد اللي استشهد بمحله، ذكرى للبنايه نفسها، ذكرى للواقع نفسها. بالبدايه كان مثل ما قلت لكم يعني بالبدايه كانت اوكي موافقات وحصلنا على الموافقات، واحنا بلشنا اصلا على الاساس بلشنا نخلي يعني ماستر بلان مالتنا اول شيء بالبدايه، والخطه انه احنا شلون نبدا نصمم. من كملنا التصميم طرحنا التصميم، احنا عاده الحدث يعني ما طرحناه على اي مواقع يعني التواصل او اي انه رحنا للناس يعني هذا الفلان محل مالتك انه هذا اوكي هيك راح يتحول هنا الجزء هذا ذكرى حيكون للشهيد الفلاني، واشتغلنا عليه هواي وتعبنا عليه كله. بدينا ما نشوف انه ما حسينا الناس تستقبلها يعني مو مثل ما الناس اصلا تريد تعيش يعني فيه. واذا يلقى تعويض ممكن احنا انه نحول المكان بس اذا هو ما لقى تعويض يعني اذا اليوم بالفعل يعني مثل ما قلت الجهات المسؤوله يا ريت تتعاون وياكم اذا بهاي المحور بالتاكيد بحاجه الى دعم الحكومه سواء بتعويض او بموافقات معينه. يعني اكثر امر واجهته صعوبه به شنو؟ صراحه بالبدايه هو صعب انه انت تروح لهيج مكان يعني. نعم هاي اصعب شيء انا يعني اشوفه يعني بالتعب والسهر اللي سهرنا انه نعيد المكان انا اشوفه شيء بسيط، بس كون انت تروح لهيج مكان صعب جدا انه تعيده من جديد. يعني هي اصعب ما انت تبني منشأ من البدايه. نعم صعب جدا. فالشيء اشوف هاي يعني اثرت علينا بالجانب النفسي انا مهندس وسيم اكثر ما من المعوقات العاديه. يعني حتى موضوع الموافقات، موضوع الموافقات ممكن انه اذا صار قضيه راي عام ممكن انه نحصل موافقه على الموضوع يعني. نعم بس الصعوبه انا اشوفها بوجهه نظري انه احنا من رحنا بالبدايه المكان وصعوبه كانت صعبه جدا يعني. لحد الان بس مجرد نستذكر او نمر قريبه من الشارع فيعني احنا ما نسيناهم، صعب ان ننساهم ومستحيل ننساهم لان كانت فاجعه مؤلمه بكل معنى الكلمه. يمكن بلدنا مر كثير على مدى 13 سنه اللي مضت تفجيرات وعنف وارهاب، لكن فاجعه الكراده كانت يعني ألم مو طبيعي، لأن كانت مثل ما ذكرتوا مثل ما نحن نعرف بأن اللي استشهدوا يعني ماتوا يعني استشهدوا هم محروقين يعني مو من أثر التفجير، كانت ببشاعة وحسيناها كأنه هي جريمة مقصودة بحق الناس، كانت مؤلمة والناس كانت تنتظر العيد حتى تعيش فرحة العيد، لكن كان عيدنا شهيد مثل ما عشناه بديك الأيام ومستمرين بهذا الحزن. لكن يكون مشاريع تخلد هذا ذكراهم وقد يكون هو شيء رمزي لكن يقدم لهم ولأرواحهم. وسيم ذكرت بأن يمكن الموافقات صعب أن تحصلوها أو أنتم حدودكم أو وصلتوا بس مجرد مع يعني دكاترتكم في الجامعة والمحيط بكم من الزملاء، ما فكرتوا بأن تقدمون المشروع لجهات رسمية تخاطبوهم وتفتحهم وتبين لهم وجهة نظركم والمشروع؟ يعني أعتقد هو مهم لازم يكون مبادرة تكون هي يمكن من الجهات الرسمية قبل ما تكون من عندكم أنتم كشباب حاسين بهذا المسؤولية. إحنا ممكن يعني أنه نقدمها لجهة رسمية بس لكن يعني أكو صعوبة بالموضوع بانه احنا نحصل قد نقله نوعيه انه يعني ليش تستبقون الصعوبه؟ انتم ما جربتوا بان لا جربتوا؟ حاولنا احنا اذا تسمحي لي انه احنا
اكو مشروع كان قبل هذا المشروع يعني احنا بدينا به من كنا انا صف خامس اصلا يعني. اليوم المشكله ان وين الجهات المختصه تعرقل اي عمل ممكن ان يفيد يعني المجتمع. نعم. يعني صعوبه يعني انت اليوم اذا تريد تستثمر اصلا بالعراق دبي اسهل لك من تستثمر بالعراق وكنا نعرف هالشيء هذا. اكو قوانين كل صعبه، اكو قوانين مستحيله على مجموعه شباب ممكن يطوعون عم يسوون هيك شيء. نعم. فالقوانين الموجوده كل صعبه وهي يعني بواقع الحال اصلا هي ما متناسبه. طيب تعاونوا يا اهل الكراده المجلس البلدي للكراده وصولا الى مجلس محافظه بغداد ومن خلاله ممكن يكون يعني مجلس محافظه بغداد يخاطب بقيه الدوائر المختصه. احنا يعني انا اصلا اللي دا اسوي انه انا عن طريق يعني مجموعه من الناس اللي انا اعرفهم ستيب باي ستيب دا بلكي انه اوصل يعني بالمستقبل الى فجهه ممكن تدعمنا بصوره يعني بصوره قويه. احنا العمل كملناه وبس هي اكو مبادره صارت من جامعه تكنولوجيا نفسها مكتب استشاره مال جامعه تكنولوجيا. نعم. اكيد هم يعتبر يعني من المراكز المهمه بالعراق على مستوى المشاريع. طرح همين هيك فكره وطلب يعني دكتور ابراهيم رئيس القسم قسم هندسه العماره طلب انه من المتطوعين اللي يريد يشارك بالموضوع اللي عنده فكره بالموضوع انه يعني يصير ويا المكتب الاستشاري جامعة التكنولوجيا وان شاء الله بلكي انه نشوف شنو الموافقات بعد تصير ويا المكتب الاستشاري ونبلش ان شاء الله. احنا تصميم خلصنا كملنا بس تبقى اكيد يعني الموافقات هي العائق الوحيد اللي يصير عندنا صحيح. طيب ذكرت بالبدايه بانه المشروع حيكون يعني متحف وايضا بجانب تجاري، شنو ممكن يكون جانب تجاري؟ لو فقط مجرد يكون للناس تزور وتستذكر يعني ارواح الشهداء ممكن يكون من خلال يعني قد تكون هي زياره معنويه لانهم يعني سجلوا بهذا المكان. يعني يفضل ان يكون هو من الناحيه الرمزيه مثل البنايه التجاريه برج التجاره اللي بامريكا اللي بال 2001 اعتقد من تهدم يعني ما عادوا بنائه ابد. خلوه بمكانه وخلوا الانقاض بمكانها وصار هو مكان متحف يعني تخليد للذكرى، فهو لو يكون رمزي اكثر من ما انه يكون تجاري بالمكان، يعني يكون رمزي ويعني يكون على شكل متحف، الناس تجي تصور، ناس تجي تتذكر، لان تعرفون شهداء هواي راحوا تاخذ لهم الشموع تجيب لهم الورد يعني حتى ترتاح ارواحهم تحس بان هذا المكان يعني مو المساحه ومن جديد وناس عادت الحياه. احنا مو ضد بان الحياه تستمر، احنا مع الحياه تستمر بس ما ننسى الفاجعه والفواجع اللي صارت ببلدنا والشباب والاطفال والعوائل اللي تروح بدون اي ذنب، يعني محتاجين يكون اهتمام. وحيدر اذا كان المسؤولين او الحكومه بان تهتم من ابسط ما يكون هو ما يسمى التعويض، ماكو شيء يعوض عن ارواح الشهداء اللي يعني تهبوا بهذه الفاجعه او بالتفجيرات السابقه، لكن يكون هي مبادره انسانيه تخفف من على وطأ الالم. انا بصراحه مو مع اقامه مثل هكذا مبادرات فرديه، جاز الشباب شويه ضايقهم وجهه نظري. ليش؟ انا مع اقامه نصب او مشروع يحمل اسم جميع شهداء العراق، لان مو بس الكراده تاذت رغم انه هي منطقتي والفاجعه كانت اليمه وانا كنت حاضر. عندك فاجعه جسر الائمه راح بيها اكثر من 1000 بعد اكثر. عندنا سبايكر، يعني هسه لو اقعد اعدد لك يمكن كل شارع بالعراق يراد ينقم بنصب. طيب الامهات من حقهن ينسى، يعني احنا اهل الكراده اليوم من المر يعني ما حد راح لنا شهيد ولو هي الشهاده يعني بالتاكيد هي من الله سبحانه وتعالى تكون فخر وتكريم. لكن انت مجرد تمر وما رايح لك مفجوع، مجرد اهل منطقتك انت من يمك قلبك ينعصر. زين تخيل الام الاب الاخ من راح يفوت ويوميا هذا المتحف موجود، يعني صراحه انا مو بالعكس انا اشوف ما اعيد انه يكون باكمله متحف، اكو ولو زاويه للاستذكار غير شيء، بس اتمنى يكون مشروع على نطاق العراق مو موقع الانفجار يستذكر جميع شهداء العراق. اوكي. لا لا اسمح لي. نعم تفضل. اجاوبك على الموضوع. انت شهداء العراق بصوره نعم عامه هو موجود النصب مالته. نصب الشهيد العراقي موجود. نعم. دور الحكومه هنا انه تضيف لمسه المآسي اللي صارت بعد 2013 المغرب. فالشهيد العراقي هو النصب مالته موجود. يعني انت اليوم اذا تريد تبني فد نصب يعبر عن الفواجع اللي صارت بالبلد اتوقع يراد لك فد 100 سنه يلا تقدر تعبر عن اللي صار.
موضوع الكرادة أخذ صدى إعلامي باعتبار أنه أكثرية الشهداء اللي ماتوا هم شباب وأطفال وعوائل. التوقيت كان همين مهم. أنا ذكر أني صديق إلي بال2013 استشهد مقهى بالعامرية فأخذت نفس الصدى اللي صار. هو إحنا مو معناها نقول أنه الناس اللي ما ماتوا أو اللي ما استشهدوا بهالانفجار يعني ننساهم، لا، هو كل شيء عزيز، ولكن أنه أنت تخلد الكل يعني هي في شيء صعب. يعني موضوع الكرادة لين أخذ صدى. نعم. بشاعة الحادث. فأنا بالبداية قلت لكم إنه هو يأخذ جانبين، المبادرة مالتنا كانت تأخذ جانبين، جانب توعوي مهم جدا إحنا ما حكينا به هسه. نعم. المشكلة إنه أكثرية الشهداء كانوا نتيجة الحريق. البناية وواي بنايات بغداد وحتى بالعراق يعني غير يعني غير قادرة على إنه غير مؤهلة من ناحية السلامة. من ناحية سكيورتي ماكو. سكيورتي ماكو، معايير سلامة صفر. سلالم هروب ماكو، فهاي مشكلة. فإحنا بدنا همي نوضح الموضوع، لازم يكون جانب توعوي للناس إنه اللي يبني بناية وخصوصا بناية تجارية اللي أكثر من طابق، القوانين بأمانة بغداد موجودة ومسنة القوانين بس ما تنفذ، يعني حتى تغليف المواد، تغليف الواجهات الخارجية، كل هذا كان سبب إنه يعني سلالم الهروب. سلالم الهروب يعني هاي كانت كل أسباب إنه زادوا عدد الضحايا. مع الأسف دورنا كمعماريين وإحنا لازم يعني نوعي الناس على هاي الظاهرة، وهاي كلش مهمة. مشكلة إنه هي 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 يعني مشكلة مجتمع، مو بس مشكلة حكومة أصلاً. لازم يكون وعي عند العراقي يعني بصورة خاصة إنه أنت البيت مالتك لازم تشوف به معايير سلام. العمارات التجارية بالذات إنه تردد الناس عليها يكون كلش هواية. نعم. فمن يصير حريق أو يصير لا سمح الله انفجار راح تزهق ارواح اكثر من اللي ممكن احنا يعني نحتوي الحادث او يكون، لكن مع هذا يمكن الجانب الحكومي ايضا هم يتحمل بنتيجه موافقات البناء يمكن تصدر من امانه بغداد على يعني حسب معرفتي. المفروض كل الجهات المختصه تطلع قبل كانت تطلع تشوف تشرف على البنايه قبل ما تعطي موافقه، بعد ما تعطي موافقه. ف بالتالي يعني اكو لجان المفروض مشرفة هي تفحص وتوقع وتعطي الموافقة. يعني أمانة بغداد مفروض ما توافق على أي تصميم. نعم. لازم اكو شروط، لازم اكو معايير، لازم اكو لجان مثل ما تفضلتوا، ولازم بعد التنفيذ هم تطلع لجان مرة ثانية. نعم. نشوف انه تسوي فعلا التنفيذ المكتوب على الورق لو لا. فهي مهمة يعني، فهي مثل ما قلت لكم يعني مشكلة مجتمع ومشكلة قوانين ومشكلة يعني نشكركم على هاي المبادرة، وإن شاء الله البركة بشباب العراق وتكونوا مثال لبقية الشباب والفرق المدنية حتى تحدو حدكم. شكرا جزيلا، بارك الله بجهودكم. شكرا لكم. رجعنا ياكم أعزائنا المشاهدين ونستكمل فقرات حلقتنا لهذا اليوم، ونتحدث اليوم عن مستحضرات التجميل اللي النساء يحبنها ويستخدمنها بشكل كبير، لكن هي بها كثير من الجوانب السلبية اللي تؤدي البشرة إذا ما تظهر بصورة آنية فمع مرور الزمن راح تظهر مستقبلا. بالفعل يمكن هذا هوس النساء بالفترات الأخيرة وكثرة المستحضرات الموجودة. نشوف كثير من النساء تستخدم مواد التجميل بشكل كبير بحياتهم اليومية، ومن أهمها العطور وكريمات الترطيب وواقيات الشمس ومنظفات الجلد ومستحضرات العناية بالشعر ومزيلات العرق وغيرها من الأمور اللي هي تدخل في ضمن روتينهم اليومي. تلعب هذه المستحضرات أهمية في حياة المرأة اللي هي ما تقدر تستغنى عنها وتخصص لها جانب من مصروفها اليومي، حتى البعض يمكن كان مصروفه محدود يجمعون في سبيل بأن يقتنوها. زميلتنا سجا هاشم سألت في التقرير القادم عن أهمية مستحضرات التجميل عند كل مرأة، وش قد تخصص من المال حتى تشتريها، وكيف ممكن بأن تفرق بين المواد اللي تكون هي صحية وجيدة والمواد اللي ممكن تكون هي مغشوشة وضارة. خلينا نتابعه يا سجا. صباح الورد على عيونكم أعزائي المشاهدين. يعتبر الاهتمام بالمظهر والجمال شيء ضروري جدا، لكن الاهتمام بالمكياج وأنواعه شيء مهم جدا بالنسبة للنساء، حتى أصبحت المرأة الواحدة تصرف الكثير من وقتها وأموالها وجهدها في سبيل أنه تبدو بمظهر جيد. اليوم راح تكون جولتنا مع أصحاب المحلات والنساء حتى نعرف إيش قد يصرفون من وقتهم وجهدهم في سبيل هذا الشيء. فابقوا يعني. مرحبا. أهلا وسهلا.
ست ايش قد تصرفين من وقتك وجهدك ومصروفك على المكياج؟ والله حسب يعني اللي تستعمل هوايه طبعا اهم شيء المكياج عندها، بس اللي تستعمل قليل لا يعني ما يهمها مثلا الوقت ولا الجهد، يعني حسب الشخص يعني. يعني انت حضرتك ايش قد تصرفين؟ والله ما اصرف هوايه صراحه يعني، بس اهم شيء النوعيه يعني، مو مشكله السعر بس النوعيه تكون جيده يعني. مرحبا. مرحبتين. ايش قد تصرفين من وقت تشوف فلوسك على المكياج؟ اكثر شيء اصرف على المكياج يعني ايش قد يعني؟ يعني هسه طبينا يمكن ب 150 طلعنا ولا فلوس. اي والله. زين تهمك النوعيه لو التكلفه، يعني ممكن تاخذين ماده كلش سعرها غالي في سبيل تطلعين حلوه او لا؟ اكيد يعني على مود الفلوس عادي، فلوس هي تروح تجي، بس انه ما تاخذين شيء زين الك مو لاحد. لازم ناخذ الشيء اللي يوالي بشرتنا والمركز زينه، لان اكيد اكو هوايه بالسوق اشكال وارناق نوعيات، بس اكيد متوالي يعني. فواحد ياخذ ماركه معتمده مو مهم التكلفه مالتها. هواية احنا فلوسنا خلصانة كلها بس على المكياج لو الملابس. زين تهمك النوعية لو تهمك التكلفة؟ لا طبعا النوعية، لان النوعية اذا زينة اكيد يعني السعر غالي، بس شيء رخيص تستخدميه انت يعني يجوز بس مرة واحدة ما تستخدميه يعني بعد، بس يعني اذا نوعيته زينة تستخدميه كل مرة، فالنوعية اهم شيء. اي طبعا طبعا البنية العراقية يعني تجي تاخذ الحاجة الزينة والماركة والشيء اللي يفيدها طبعا، وما يهمها يعني السعر. إذن أعزائي المشاهدين، للجمال ضريبة، وفي سبيل الجمال كل شيء هون. من بغداد سجى هاشم المدى. كنا نناقش أعزائي المشاهدين، طبعا نشكر سجى مع ضيفنا في الحلقة اللي راح تسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع. قلت كلمة يعني على سبيل الدعابة، بس ترى هي منطق يعني، من نقول المكياج جمال، لا هو لو اكو جمال فعلا ما يحتاج من المكياج. ممكن هي اللي قصدتها سجاد يخص مستحضرات التجميل، مو مثلا المكياج اللي نحطه، وانما هي الكريمات المرطبات اللي تحافظ على نضارة وجمال البشرة، ومو بالضرورة دائما تكون هي ضريبتها عالية، يعني مرات حتى تكون الماركات. ترى شاكي ساني خاف البنات يزعلن. لا لا من حقهم من حقهم يحطون من حقهم يستخدمون ما شاء الله من المكياج، لكن يكون باوقات معينة ويحافظون على جمال بشرتهم. ومثل ما يعني اكمل في قد تكون هي وجهة نظر، ممكن ايضا الدكتور يأيدنا بها ان شاء الله بالوقت القادم. بعضها حتى لو كانت هي رخيصه ممكن تأذي، بعضها حتى لو كانت غاليه ممكن ما تعطي النتائج المطلوبه بالبشره. طيب خلونا مبالغ تنصرف ببلاش. خلينا نرحب بضيف حلقتنا وفقرتنا لهذا اليوم اعزائنا المشاهدين، اخصائي الامراض الجلديه والتناسليه الدكتور علي عبد الرزاق محي الدين. اهلا ومرحبا بك دكتور. صباح الخير دكتور. اهلا وسهلا دكتور. دكتور الحلو يحتاج يخلي مكياج؟ شو تقول؟ بعض الرجال والرجال ده نحكي عن النساء يا رجال. فليس النساء، النساء أدى في هذا الجانب، ولكن الرجال. أولا تحية لكم. أهلا وسهلا بك، حياك الله. ولبرنامجكم ولمشاهدي قناة المدى. هذا الموضوع شامل وكامل متشعب الجهات، له تأثيرات كثيرة جانبية وإيجابية. الجانب الإيجابي هي ضرورة من ضرورات الحياة المتطورة المتمدنة التي استطاعت أن تغير من شكل الإنسان ومظهره الذي يضفي عليه كثيرا من البهجة والصورة الناصعة الجميلة التي يتطوق لها الإنسان مهما كانت طبيعته. فإن الجمال، الله يحب الجمال، وهذا أعظم شيء، ولهذا المرأة تهتم في هذا الجانب، وكذلك الرجال، وليكن واضحا هذا أيضا يهتمون في هذا الجانب، ولكن استعمال النساء للمواد التجميلية هي أكثر وأبلغ، وهي من متطلبات أساسية، وهذا لا يتطلب هذا الموضوع عند الرجال إلا للأشخاص الذين يعملون في التمثيل والسينما والفن، فهذا مجال يدعوهم إلى إبراز مظهر جمالي أكثر في الناحية
الفنية. نعم. طيب. أما موضوع النساء ومواد التجميل فهذه الحقيقة المشكلة الأساسية في المجتمع عند النساء. هذه المواد أصنافها متعددة، أنواعها كثيرة، المواد المحتوية في ضمن هذه المواد التجميلية متعددة الأنواع، منها مزيلة للصبغة، منها مخففة للصبغة، منها غالقة للمسامات، منها من يؤدي إلى ظهور التحسس الجلدي على الوجه. فهذه مجموعة مشاكل تعاني منها المرأة عندما تستعمل هذه المواد بإفراط مبالغ فيه. يعني الضرر فقط بالإفراط دكتور، يعني إذا كان استخدام معتدل ما ممكن يسبب لنا هذه المشاكل؟ هناك نعم. نوع رديء ونوع متوسط ونوع جيد. الجيد هو الذي يخلو من المواد المؤثرة على الجلد، وهذا يكلف مبالغ طائلة، وهذا ما رأيته في فرنسا وفي الدول الأوروبية. كذلك العطور التي يستعملها الرجال والنساء هي من المواد المهيجة والمؤدية إلى ظهور أنواع من التحسس الجلدي وكذلك التحسس الصدري. العطور دكتور بكل أنواعها اللي كانت غالية الثمن أو حتى اللي قليلة الثمن كلها والله تسبب مشاكل. والله هذه مشتركة فيها، وهذا يختلف الأمر من شخص إلى آخر. طبيعة التحسس، طبيعة المادة التي يشمها ويتحسس منها، طبيعة المادة التي تقع على الجلد وتؤدي إلى هذه الظاهرة. ومع هذا فأغلب المواد فيها جزء من المادة الكحولية التي تؤدي إلى جفاف الجلد وتحسسه، إضافة إلى المواد المضافة إلى العطور التي أيضا تؤدي إلى ظاهرة التحسس. هذه العملية تحتاج إلى تنظيم وتنسيق واختيار مناسب لما يوائم البشر. فأنت لا تستطيعين أن تستعملي كل أنواع المكياج إلا ما هو يتسق مع طبيعة الجلد ولونه اسمرارا أو ابيضاضا، وهذا يؤدي إلى ظاهرة الجمال المتناسق. طيب دكتور، شو ممكن المرأة تجري اختبار على مستحضرات التجميل اللي تكون هي مناسبة لها؟ في هذا الجانب هو استعمال جزء بسيط للتشكيل ووضعه على الجلد. هل يتطابق مع لون الجلد؟ هل يحدث تحسسا على المكان الذي وضع فيه؟ في هذا الجانب قد لا تظهر أعراض التحسس من المرة الأولى ولا من المرة الثانية، وإنما من تكرار الموضوع وكثرة استعمال المادة قد تظهر هذه الظاهرة أيضا. ولهذا يجب تغيير أنواع المكياج، وأنا لا أتحدث عن الرديء منها. نعم. فما في الأسواق أغلبه رديء سيء، بل خطير على كثير من النساء. ولهذا هذا توجيه وتحذير ونصح إلى بناتنا ونسائنا في استعمال المناسب الجيد في هذا الموضوع. طيب دكتور عفوا، إذا كان الاستخدام هو لماركات رصينة لأنواع معينة، والبنت صار لها مثلا 6 أشهر أو سنة تستخدم على بشرتها
وماكو مشكله تستمر عليه، لو الافضل انه تغير. اكو هنا يعني رايا بالموضوع، طبعا مو راي مختص. بنات بينات هنود كل وحده تنصح تقول ما دام ولم بشرتك ابقي عليه. الثانيه تقول لها لا ما يصير تعلمين بشرتك على مواد معينه وتبقين، لازم بين فتره وفتره تغيرين حتى لا تتعلم البشره، مو زين اذا تتعود طبيعه الخلايا طبيعه المواد. من هذا الحكي منو الافضل دكتور؟ كلا الرايين نعم. وارد وصحيح. كثير من ما عندما يجري التبديل تظهر ظاهره التحسس. نعم. لان هناك طبيعه التعود وظاهرة استجابة الجهاز المناعي في الجسم إلى التعود على هذه المواد وعدم حدوث ردود أفعال مناعية اتجاه هذا الجانب. نعم. هذا المقاطعة دكتور. جانب وارد. نتوقف عند هذه النقطة، نأخذ اتصال بعدها نكمل ويا حضرتك لو سمحت. ويانا نور من السليمانية، صباح الخير. صباح الخير نور. صباح. نسمعك يا نور، أنا وسهلا بك، تفضلي. تفضلي نور، نسمعك انت على الهواء مباشرة. مساء الخير. صباح النور يا هلا فيك. صباح النور. بعد بس خمس دقائق. حافظ على دقائق. انا استعملت خطه بها ديكسن فحطيتها الوجهي فالنفخ ورا فتره ترتاحني سوى عندي تجاعيد حول العين. طبعا. او يعني استعملت هواي يعني مواد بس يعني ما اثبت عليها كل نتيجه. طيب تريدين يعني دول هاي التجاعيد؟ طيب شكرا نور. نعم شكرا نور، وصلت الفكره. شكرا دكتور. نعم ما تحدثت به هذه السيده هو صحيح، وهذا ما يجب ان تمتنع عن استعماله النساء. نعم. هذه الخلطات الغير طبية الغير سليمة تحدث آثارا جانبية. نعم. على سطح الجلد. طيب دكتور الحلول. وهذه كلها تصرفات خاطئة خارج نطاق المفهوم الطبي. نعم. والنصائح الطبية، ولهذا ما اشترته هذه السيدة من هذه المواد هو أما من عشابين لا يفهمون في هذا الموضوع أي شيء من المعرفة والعلم ولا منطق المفهوم العلمي الطبي على الإطلاق، ولهذا من هذا المكان أكرر هذا الكلام كما كررته على جميع الفضائيات التي تحدثت منها. نعم. أن الولوج إلى هذا الجانب العشبي هو جانب تدميري. نعم. لا علاقة له بالطب والمعرفة. طيب دكتور التجاعيد اللي حول عينها أكو علاج ممكن يكون لها؟ شنو العلاج؟ هذه وسائل متعددة. نعم. أما المواد التي توضع تحت الأجفان وحول العينين. نعم. وهذه فيها مواد من الكولاجين. نعم. والمواد الأخرى التي تشد الوجه وتشد جلد الوجه وكذلك تزيل اللون الأسمر. نعم. الذي يحدث نتيجة خروج السائل الدموي من التشابك بين الأوردة بين الأوردة والشرايين. نعم. الدقيقة. نعم. التي تحت الجفن، وهذا ما يؤدي فيه إلى خروج الكريات الحمراء وتكسرها. نعم. وتحول مادة. نعم. الهيموغلوبين إلى مادة سمراء. يعني ان شاء الله تكون نور هي متابعتنا واخذت بهذه النصيحه حتى ممكن تقدر تعالج المشاكل اللي حصلت عليها بسبب يعني استخدامها لخلطه غير نصيحه الطبيب او غير من مكان غير يكون دقيق بالمواصفات او المكونات الموجوده به. بنهايه حوارنا معك دكتور نشكر الجزيل لحضورك معنا وللنصائح والمعلومات اللي ذكرتها، ان شاء الله كل المشاهدين استفادوا منها. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اذا اعزائنا وصلنا معكم الى ختام حلقه هذا اليوم من برنامج صباح غير، نشكر كل من تابعنا ولقائنا يجدد معكم يوم غد إن شاء الله. مع السلامة. إلى اللقاء.